بداية الشهر إنه أن عملكم هذا الذي تؤدونه لله. يأتيني بعض الشباب يسألون سيدنا أريد أتوب مثلا أو ما شابه ذلك، ما الذي أعمل؟ أقول أطلب من الله المسلك إلى رضوانه. فممن أسأل، ممن أعرف، أقول له من الله، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله يهديك الطريق، أطلب منه. لنطلب من الله في بداية شهر رمضان أن يهدينا سواء السبيل، لنطلب من الله أن يقبلنا عبادا تائبين إلى ربهم. من منا ليس مذنبا؟ من منا ما عدا المعصومين؟ والمعصوم يتكلم وكأنه مذنب وهو غير مذنب، فكيف أنا؟ كلنا مذنبون، كلنا نحتاج إلى رحمة الله وفضله وأن يتوب علينا. التائب هو العبد، بس الله يسمي نفسه تواب، ما يقول تائب، يقول تواب. تواب، تواب صيغة مبالغة من التائب. حينما تتوب إلي يتوب عليك. فلنطلب من الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل وأن يجرنا إليه. يعني رحمة الله واسعة تشملنا، فإذا توجهنا إليه يكفي، مجرد أن تتوجه إلى الله. نطلب من الله أولا ثم نسعى، وإذا أخطأنا نتوب، وإذا أخطأنا نتوب مرة أخرى. أنت تتوب فيتوب الله عليك، فهو التواب.